روسيا تتهم الناتو برعاية الإرهاب النووي بعد ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية قرب محطة نووية غربي البلاد. وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي، وبحث خلاله تأمين إجراءات إضافية لحماية المنشآت الحيوية. يأتي هذا بعد إعلان حاكم مقاطعة كورسك الروسية عن سقوط طائرة بدون طيار في مدينة كورشاتوف على بعد كيلومترات معدودة فقط من محطة كورسك للطاقة النووية، لكن دون تسجيل إصابات أو أضرار في المرافق الحيوية. متحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن جميع أنظمة الدفاع الجوي تعمل بكفاءة، لافتا إلى أن محاولات القصف الأوكرانية لا تتوقف. واتهم بيسكوف الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع الأوكراني عن طريق تشجيع كييف على مواصلة القتال واستمرار ضخ السلاح إليها. في الجانب الأوكراني، أعلن سلاح الجو إسقاط 16 مسيرة روسية من أصل 17 خلال الليل، وأوضح أن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال ليل الخميس الجمعة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع وهي من نوع شاهد. للمزيد من المتابعة معي من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، يعني في هذه الأثناء هناك تصريحات صادرة عن الرئاسة الأوكرانية ترفض إجراء أي مفاوضات مع الجانب الروسي بشكل حاسم قبل سحب القوات الروسية من أراضيها، هذا يجعلنا أيضا نشير إلى مدى التطور الحاصل على المعارك أو في الهجوم المضاد الأوكراني سواء على جبهات الشرق أو جبهات الجنوب. نعم إيمان، فعليا الجانب الأوكراني متمسك ربما في مطالبه الأساسية وهي انسحاب كل الجنود الأوكراني الروس من الأراضي الأوكرانية ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات. هذا الطلب هو صادر عن كل المسؤولين الأوكرانيين سواء من الرئيس الأوكراني إلى المستشارين، ومعظم الوزراء يشددون على هذا المطلب بأن المواقف الأوكرانية واضحة وصريحة وهي انسحاب كل الجنود الروس من الأراضي الأوكرانية. يأتي هذا أيضا في ظل ما تخوضه القوات الأوكرانية من اشتباكات ومعارك سواء كانت هذه الاشتباكات أو المعارك في جنوب أو شرقي البلاد. صباح هذا اليوم قالت هانا مليار أن الموقف أو المعركة في الشرق على حالها منذ يوم أمس، وأن الجانب الأوكراني تمكن من صد جميع الهجمات التي يقوم بها الجانب الروسي على محور الشرق، لكن قالت بأن القتال ما زال مستمرا في الجبهة الشمالية الواقعة في شمال مدينة باخمود، وأيضا الاشتباكات التي تصفها بالاشتباكات الدفاعية متواصلة في المناطق الجنوبية التابعة لمدينة باخمود. سيرجي شايفاتي المتحدث باسم عمليات الشرق قال بأن الجيش الروسي في هذه الأثناء بات يعزز من مواقعه وقام بنقل قوات محمولة جوا إلى منطقة كوبيانسك وأيضا إلى منطقة ليمان. منطقة كوبيانسك تقع شمال مقاطعة لوهانسك وهي متاخمة مع مقاطعة خاركيف، وأيضا منطقة ليمان هي منطقة من ضمن الأربع المناطق التي تتعرض بشكل مستمر للهجمات من قبل الجانب الروسي. الجانب الأوكراني فيما يخص مدينة ليمان قال بأن الجانب الروسي بات الآن يكثف من هجماته الصاروخية والمدفعية على هذه المنطقة، وأن المنطقة أصبحت بؤرة للاستهداف المدفعي شرقي البلاد. إيمان، عامر العروقي مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك.